نفسي بشد حيلك معي أنا سما. مرحبا. كلنا بنعرف إنه مهنة الصحافة هي مالها مهنة سهلة، وممكن الواحد يعيش فيها تجارب صعبة كتير وتترك تأثيرها، سواء كان الصحفي بالميدان أو بغرفة الأخبار، مثل تغطية الكوارث الطبيعية والحروب. رح نحكي اليوم كيف ممكن العمل بهي الظروف بيأثر على الصحفي، وكيف طريقة التعامل معه وتجنب آثاره. من الضروري بالنسبة للصحفيين، سواء كانوا عم يغطوا الحدث شخصياً أو عم يكتبوا ويتابعوا تغطية الحدث من غرفة الأخبار، إنه يتحضروا نفسياً للإنعكاسات العاطفية لهي الأحداث عليهم. الإنعكاسات أو ردود الفعل على الصدمة ممكن تأخذ أشكال متعددة، مثل القلق، حضور صور الحدث بشكل شبه دائم بذهن الصحفي، الغضب، وسرعة التشنج. وممكن توصل لإصابة الصحفي بالصدمة يلي من أعراضها الانعزال، الحكي عن الحدث بشكل دائم ومستمر وما بيكون بهي الحالة قدران يمنع حاله عن الحكي بالموضوع، شدد الغضب يلي بيكون غير عقلاني ببعض الأحيان، والشعور بالذنب والارتباك. من تأثيرات الصدمة كمان إنها بتؤدي لانقطاع التواصل مع العيلة والأصدقاء أو الزملاء، وتدهور الحالة الصحية وعدم القدرة على إنجاز الشغل. شايفين قديش صعبة؟ بس تجنب هاي الانعكاسات كتير بسيط، وهي عبارة عن ممارسات يومية بسيطة بس بتعمل أثر إيجابي كتير وبتجنب الصحفي الصدمة، مثل ممارسة الرياضة، النوم بانتظام، شرب المي، والأكل بانتظام بمواعيد محددة، 3 وجبات، سماع الموسيقى أو قراءة الكتب، أو متابعة أو ممارسة أي نوع من الفنون. وإذا كان في رغبة بالبكاء فما نكبتها، بالعكس نساعد إنه نطلعها. على بساطة هاي الخطوات ممكن الواحد يتكاسل إنه يعملها أو يستصعب، مشان هيك زملاء المهنة ممكن يكونوا أكبر دعم وسند بهالحالة. ومشان هيك ما لازم نتردد بأنه نتصل مع المقربين إلنا من زملائنا بالمهنة، ونكون واضحين بأنه نحن محتاجين دعمهم، ونحكي لهم شو اللي عم بيصير معنا، ونسمعهم ونناقش معهم الأفكار، لأنه غالباً هذا العصف الذهني بيوصلنا لحل مشاكلنا وأزماتنا. وبنفس الوقت لازم ننتبه لزملائنا يلي حوالينا، إذا كان في حدا منهم عم يعاني من هاي الانعكاسات منقدم له الدعم الاجتماعي، وإذا إجا حكى لنا بشكل شخصي عن اللي عم يصير معه لازم نكون سر لهذا الشخص، ونكون مفتحين تجاه أفكاره، ونتصرف كزملاء وأصدقاء ومستمعين عنا معرفة بموضوع الصدمة، مو كأطباء نفسيين ونغرق الشخص المقابل بالتنظير والنصايح، ونطمن على هذا الشخص بين فترة والتانية وما تكون هالفترات بعيدة. في مجموعة مبادئ توجيهية لمحادثة الزملاء ودعمهم بمحنتهم، وهي مؤلفة من كلمة fine باللغة الإنجليزية، وهي الحروف الأولى من كلمات fact, impact, now, education، يعني الوقائع، الآثار، الآن، والتعلم. هدول شغلات لازم نركز عليهم بالحديث مع زميلنا يلي عم يمر بالمحنة. الوقائع يعني إنه نحكي عن اللي صار، شو صار، إمتى، وين، وكيف، ونبعد عن سؤال ليش صارت الصدمة. آثار الصدمة منركز بحديثنا عن الأفكار اللي عم تدور بذهن زميلنا ومشاعره، لنعرف قديش الصدمة تركت أثر. أما الآن بتتضمن سؤال زميلنا عن حالته هلأ، والتعلم بيتضمن معرفة الصدمة وآثارها، وإنه هي بهالظرف ردة فعل طبيعية وهيك بنعرف نتعامل معها. بهالخطوات البسيطة بنقدر نجنب حالنا كصحفيين وزملائنا بالمهنة الانعكاسات يلي ممكن يسببها هذا النوع من العمل، وخاصة بالظروف الصعبة. أنا هلأ رح ودعكم، ضلوا بخير. دعم نفسي بشد حيلك معي أنا سمان.